أهلا بك سيدي. أهلا. إذن اليوم كانت هناك ندوة صحفية لبيان اجتماع 4 نقابات للصحة، فيك أنك تقول لنا أهم النقاط التي تم التطرق إليها خلال هذه الندوة الصحفية. شكرا. أولا وقبل كل شيء أريد أن نترحم على جميع أموات الجزائريين، وأخص بالذكر مهني الصحة، أطباء كانوا ممرضين، سائقي السيارات، الإسعاف. نترحم عليهم، هذو اللي راهم في الواجهة. ثانيا نتكلم باسم النقابة الوطنية لممارسين الصحة العمومية كأمين عام وطني من جهة، ومن جهة أخرى نتكلم يعني بصفتي عضو النقابة، راهي عضو ما بين نقابة الصحة الأربع اللي فيها نقابة الأساتذة الجامعيين، نقابة شبه الطبيين، وكذلك نقابة الأطباء الخواص. يعني احنا اللقاءات اللي عملنا تقريبا 3 أو 4 لقاءات، كانت مجمل اللقاءات تاعنا كانت تقييمية. كنا نقيموا دائما الوضع اللي رانا، هذه مدة 3 أشهر. شفنا أنه في اللقاء الأخير كان من واجبنا الآن، الواجب مش من ضرورة فقط، من الواجب، أنه نذهب إلى لقاء في ندوة صحفية ونبلغ الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام. نعم. نبلغ أنه ما راناش في الطريق السوي والطريق لازمنا ناخذوه، لأن شفنا أن الهدف اللي كنا حابين نلحقوا ليه يعني نهضروا كدولة كوزارة أنه نوقفوا هذا الوباء ولا نجعلوه يعني نسيطروا عليه أكثر. شفنا أنه هذه الطريقة اللي أخذتها الوزارة، الطريقة هذه ما يجب إعادة النظر. يعني هي ليست فقط الوزارة، هي تخص الحكومة، هي تخص الحكومة بإجمالها، تخص يعني قطاعات أخرى مش غير وزارة الصحة، لأنها يعني المشكلة تاع الوباء هذا مش جاي يكمل فقط لوزارة الصحة. وزارة الصحة عدم. لكن كي نشوفوا احنا أنه الشريك الاجتماعي، وإحنا رانا نمثلوا فيه الشريك الاجتماعي اللي راهو كما نقولوا احنا راهو حطوه بجيه من 26، اللي كان عندنا لقاء واحد مع وزير الصحة، لقاء واحد 26 مارس، وهذاك اليوم هذاك تكلمنا قلنا كاين طائرات راهم جايين من الصين، جايب لنا الكمامات وجايب لنا الوسائل. هذا هو اللقاء، هذا هو يعني اذا حبلوا نكون فعالين في ارض الميدان. لازم نشاركوا الناس اللي راهم في الميدان. انا القرارات التي تتخذ، التدابير التي تتخذ، ريت داخل نقولها بصفه وتحمل المسؤوليه، داخل المكاتب وداخل ما فيهش. يعني كيفاش الشريك الاجتماعي راهو كما نقولوا احنا بالفرنسيه اكسكلو، هذول التام يعني بالرغم من كل الخطوات والاجراءات اللي قامت بها ما شاركونا في حد شيء ولا شيء. والان انا نشوفه اقفل في المصالح. يعني كيفاش احنا الان نواجهوا الوباء؟ صحيح فيه كوفيد وجهه، بس من جهة أخرى أفتح مصلحة كوفيد وغلق مصلحة الولادة، أفتح مصلحة الكوفيد وغلق مصلحة الجراحة. لكن الآن كان المرضى للناس راهي توفى بجلطة قلبية، توفى راح نقولوا أرجع، ما يقدرش يستنى، لازم نعملوا هذيك الجراحة تاع القلب هذيك ونعملوا له ستانت ونداويوه، ماش موجودة. فقط نثير هذه النقطة، يحضر معي عبر الهاتف السيد غاشي الوناس رئيس النقابة الوطنية لشبه الممرضين أو شبه الطبيين. أهلا بك سيدي. أهلا، مساء الخير. إذا ندوة صحفية كانت اليوم حول مخرجات الاجتماع الذي ضم 4 نقابات للصحة. يتحدث معي هنا دكتور شيبان على ضرورة فتح المصالح الأخرى على غرار المصالح التي الآن تعمل يعني لاحتواء كل مصابي فيروس كورونا. احنا اليوم كما قال أخ شيبان، هذه حقيقة اللي تكلم بها أخ دكتور شيبان، وإحنا اليوم هذا ندوة صحفية اللي تمناها اليوم تتكلم على كوفيد 19 هذا، وتتكلم مشاكل تاع المهنيين اللي هم يعانيو في الميدان درك. اليوم احنا هاد المهنيين اللي هم يعملوا في الميدان لازم لهم توديهم وزارة الصحة، تقوم بهم وزارة الصحة، تعطيهم الامكانيات اللازمه، تعطيهم كما نقولوا تسمى كما يقولوا تشجعهم في الميدان. دونك هذا هو الاخر، وحنا اليوم هاد المهنيين اللي راهم الاطباء وشبه الطبيين و
والعمال الاخرين مستخدمي الصحه العموم، مستخدمي الصحه كل ما قمت بهم وزاره الصحه ولا مسؤولين في المؤسسه، شكون راح يقوم بهم؟ كيفاش راح غدوه يقوموا بالمرضى؟ ولا هما غدوه يكونوا هما بالمرضى بذاتهم، كيفاش راح يقوموا بالمرضى بالمواطنين؟ دونك هذا وزاره الصحه لازم تاخذوا بعين الاعتبار. دونك لهذا احنا اليوم هذا كما يقول لك ندوه صحفيه تسمى هذا نقص الخطر اللي الناس ما باش يعتنيوا بالمهنيين. دونك لهذا اليوم درنا هذه الندوه الصحفيه باش وزاره الصحه تفتح شويه كما يقول لك انها لهاد المهنيين، وباش نقدروا غدوه. باسكو اليوم النقص كما نقولوا احنا ليفيكتيف اللي راهو في الميدان، وكما يقول لك امكانيات اللي ما كانش، دوك هذا خلاص لحقت درجه وين المهنيين ما قدروش يديروا العمل تاعهم كما لازم الحال. هذا دوك شحال رانا اليوم 6 شهور رانا داخلين، دوك كيفاش الانسان هذا يشد 6 شهور ما يروحش يشوف بيته، ما يشوفش داره، ما يشوفش والده ولاده، ما يشوفش الاخر، هو في الميدان ويعمل ما عنده حتى امكانيات، كيفاش تكون الاخر دايره تاعو؟ يعني ليست الجزائر فقط من تعاني نقص في الامكانيات، العالم باسره، لانه جائحه كورونا ليست هنا فقط في الجزائر، هي في العالم باسره. لا احنا كنقولوا امكانيات امكانيات، لا اسمحي لي، في العالم عندهم لي بي هادو ديفلوبي عندهم تما امكانيات، كيفاش كما نقولوا احنا لا ديستاكسيون، كيفاش يريح الشيب الطبي، عنده يروح لوتيل، عنده كما قلت فتحوا لهم تما في السياحه، فتحوا لهم في الاخر، اعلنوا بهم تما. الجزائر ايضا تسير على نفس الخطوات سيدي، حتى نكون يعني موضوعيين، الجزائر ايضا تسير في نفس الخطوات. سمحي لي احنا كنا في الولايات، كنت راح تشوف في الولايات كان ما عندهمش كمامات، ما عندهمش كمامات باش يحمي نفسه، دوك هو ويقوم بالمريض. احنا هذا واجب وطني اللي درناه، وهذا سيف علينا نقوم بالمواطنين تاعنا. طبعا ولكن وزاره الصحه تشجع المهنيين وتقوم بهم كما لازم الحال. هذا وحنا واش نطلبوا؟ ماناش نطلبوا يعطونا صورده كما بزاف، ولا نطلبوا حاجه اللي تخرج من الميدا تاعنا كما يقول في القليل. هذاك عطيني هذاك القليل، انا اعتني بيا قم بيا، انا كما تعطينيش واش ناكل كما لازم، نعم كيفاش انا نقوم بالمريض؟ نعم سيدي، اذا ما هو المطلوب منكم انتم، منكم كرئيس النقابه الوطنيه لشبه الطبيين، خاصه وانه في الوضع الراهن يتضمن تضافر كل الجهود؟ احنا نضمنوا احنا اليوم علاش قلت لك درنا بسكن نضمنوا، ماشي نضمنوا احنا رانا تما في الميدان، ماشي نضمنوا مع مهنيين تاعنا ولا احنا تما كما يقول لك اليد اللي تتكلم بها تما احنا هما اللي نتكلموا مع الوزاره الصحه، اللي باش وزاره الصحه تقوم بالواجب تاعها، وهذ المهنيين يقوموا بالواجب تاعهم. دونك هذه احنا نقوموا بالواجب تاعهم، مي كي تعطي الامكانيات، ماناش نقول امكانيات كبيره باسكو ممكن نروحوا لاخر، ما كان امكانيات ما نقدروش، وهذا نعرفوا الوضعيه تاعنا ما نقدروش نروحوا. اذا هل انتم يعني كرئيس النقابه تقوم بهم كي تقوم بهم كما قلت في المهنه تاعهم، وتجي تشجعهم وتقول واش الحق راني هنا؟ سي ديجا كما نقولوا احنا حاجه مهمه. انت تحدثت سيدي الكريم عن نقص يعني في الموارد البشريه في السلك الطبي، هل يعني وجهتم دعوه لكل المتقاعدين في السلك الصحي للمشاركه في الصف الاول في مجابهه كورونا؟ اسمحي لي، المتقاعدين كيفاش انا نجيبوا كما نقولوا احنا كون في جريدي، يعني في ظل النقص الذي تتحدث عنه سيدي، ما تقدرش تجيب واحد متقاعد كيفاش راح يعمل؟ ما عندوش غدوه ما يمكن تجيبه، كيفاش راح تعطي له الاجور تاعو؟ كيفاش راح تعطي الاجور؟ قانونيا ما نقدرش نعطي له الاجور، قانونيا ما نقدرش نعطي له الاجور الاخر. الا يمكن تقديمه فقط كمقترح؟ كمقترح احنا هذا هم عارفين الوزاره مديناه كمقترح، بصح كيفاش يحلوا له؟ لازم الانسان كي يجي يعمل في المستشفى لازم ياخذ اجر، ولازم يكون عنده امكانيات يعني، ماشي يجي باش يولي بوزيتيف ويروح حتى واحد ما يعني به، ما راحش يجي. انا نقول لك دوك ما يقدرش يجي باسكو الانسان هذا يقول لك معنا غدوه كي ما نقدرش نولي بيت زيد لنا هذيك العائله تاعي، غدوه نروح لاخر، مي واحد كون يقوموا به كما لازم العام يعطوا له الاجر كانت تاعو، هو دوك يجي المستشفى يخدم غدوه كانت يولي بوزيتيف، هو كيفاش راح تكون الوضعيه تاعو؟ دوك لازم احنا نشوفوا بوندوي قانونيا، تسمى قانونيا انا نهضر، دوك انسان كيدير له حاجه قانونيه يجي ما كانش مشكل، مي ما عندوش حاجه قانونيه غدوه يولي بوزيتيف كيفاش راح يكون
الاخر تاعو مع مع المؤسسه هذيك اللي يخدم فيها، ولا يقولوا احنا جيت ما نقدروا ندير لك والو باسكو ما كي قانونيا ما نقدروش نديروا حتى سيدي فقط باسكو الوزير يتكلم بها، مي يتكلم بها لازم يديروا دعايه قانونيه باش هذا الانسان يقدر يجي. احنا الاول كنا نتكلموا بها وجبنا كما يقول لك احنا لي فولونتير، جبنا لي فولونتير بصح من بعد ما قاموش بهم كما لازم. الناس ولا كامل بوزيتيف وخلاهم هذيك الوضعيه. نعم هذه هي الوزاره قلنا الوزاره الصحه باش تقوم بالواجب تاعها وحنا نقوموا بالواجب. يعني مع كل الاجراءات التي تقوم بها الوزاره تجاه الاطقمه الطبيه لحد الساعه هي الان تشجع كل الاطقمه الطبيه. سيد غاشي الوناس رئيس النقابه الوطنيه لشبه الطبيين اشكرك جزيل الشكر. سيدي اذا بما انه اثار نقطه جد مهمه هو نقص في يعني في الموارد البشريه بالنسبه لكل الاسلاك الطبيه، في رايك هل انتم يعني كممثلي لهذه الاطقم الطبيه وحتى مستخدمي الصحه هل يعني طالبتم بادراج كل من يعمل في القطاع الخاص؟ لا لا حبيت نرجع لنقطه حساسه. احنا تشكرات الوزير لا نستحقوهاش، نقولها لك لا نستحق التشكرات، نستحق أن يقوم بعمله وهو إذا ما تقبلتوش ذهب. تشكرات الوزير ما تقبلتوش تشكرات كل الجزائريين. عندنا أطباء وعندنا ممرضين نراهم في العمل نتاعهم في يواجهوا في الوباء هذا في الكارثة اللي رانا نعيشوها وما عندوش هذاك الطبيب ما عندوش وين يروح يرقد خاطر ما يقدرش يدخل لداره، كونوا واقعيين ما يقدرش يدخل لداره خاطر يدي معاه المرض يديه لعائلته، ماذا بينا تكون عنده مكان وين يبات، هذا ما وفروهولناش. خلي ما نتكلموش على الامكانيات، تكلمتوا وتقولوا الامكانيات كسائر البلدان، لا مش كسائر البلدان، ما راناش كسائر البلدان، ما عطاوناش الجزائر كغيرها من الدول. لا, لا سيدي الجزائر الان هي في حرب مثلها مثل كل الدول. سيدة. هناك فنادق مسخره يعني للمبيت بالنسبه للاطباء. اين هي؟ في كل الولايات وحنا كنا نقلنا على المباشر سواء لولايه هنا في العاصمه سطيف ووهران. رانا في الميدان وانا نشوف وانا عايشين وحتى الأمور. بالنسبه لمراسلينا ينقلوا الصوره الحقيقيه عما يحدث في الولايات. قلت احنا رانا اوني اكسكلو، احنا ما راناش داخل اللجنه هذه، احنا ما عندناش النظره في الداخل، احنا عندنا النظره في الواقع. اذا تريدون الادراج داخل هذه اللجنه في الواقع؟ في الواقع اللي نتكلموا عليه احنا اعاده النظر الاستراتيجيه اللي قايمه بها الان، الاستراتيجيه اللي قايمه بها راهي فشلت. لو ريزولتا اي لا، كنا عندها ثلاث اسابيع واربع اسابيع كنا هذا من منظوركم مش منظورنا، هذا واقع. كنا تحت 100 حاله الان نضربوها في سته، ما تقولش بلي في خلل، في خلل. احنا رانا في الارهاق خلاص جسدي ومعنوي. هذه أشرنا إليه إلى يعني كل المواطنين الآن يتحملون مسؤولية عدم احترام هذه الإجراءات الصحية. هذه من جهة المواطن. نعم. هذا كلام آخر. هذا نوجهوه ولازم كل حكومة مش وزارة الصحة في هذا المجال هذا للذهاب إلى التوعية والتحسيس وكذا ونزيد المزيد فوق المزيد. وهناك إجراءات رضعية. أنا أتكلم لك على الواقع، ماذا يعني علاش النقابة الآن راهينا ما نضتش باش تدعم الاضراب، بعيد كل بعد على الاضراب، ماشي نتكلموا على حنا لا لا لا، حنا راني ان تران دو تيغي سون داليرم، رانا نقولوا بلي رانا في خطر الان، الارهاق اصاب المهنيين في الصحه، جمعهم الكل، مهني الصحه، اطباء كانوا ام ممرضين ام اعوان في الصحه، لحقهم الارهاق خمس شهور. ما كانش اخي، ما كانش عطله، ما كانش ما يروحوش لعائلتهم، امور يعني اللي قاستهم في ذاتهم، يعني مرضوا عندنا في القطاع الخاص مد ثمن باهظ. الارقام اللي عطاهم لنا في الوزاره تاع 2600، لا رانا احنا عندنا احصائيات اكثر من 3500 مصاب بالكورونا في الطاقم المهني في الصحه، وكذلك مش 44 وفاه، اكثر من 44 راهي لحقت حتى اكثر من 60 وفاه. يعني ارقام يتكلموا على ارقام، احنا عندنا ارقام اخرى وعملنا احصائيات في هذا، عندنا مكاتب ولائيه في كل عبر التراب الوطني تقريبا 41 ولايه. انا نتكلم لك الان كي نقولوا بلي كان امكانيات ما كانش، التجهيزات مخصوصه، الان نوتخ سون دالام نقولوا بلي علاه رانا نفتحوا في المصالح نقول لك اعاده النظر في الاستراتيجيه، هذا من اجل احتواء كل المصابين بفيروس كورونا، خاطر مش راح نهملوا جانب اخر، كاين ممرضين عندهم امراض مزمنه، كاين الناس اللي عندهم عمليه جراحيه. اذا من خلال الاجتماع الذي قمتم به يعني بدورات منتظمه لكل هذه النقابات، يعني ما هو المطلوب الان؟
مطلوب هو إعادة النظر في الورقة الطريق اللي خطوها وابتداء من ماذا يشاركوا لازم يكون تنسيق. حنا رانا فعالين في الميدان بصح في القرارات في التدابير ما رانا ما مشاركوناش. هذا غير منطقي. هذا غير منطقي. هذا أول مطلب. هذا من المطالب الأساسية. إعادة النظر في ورقة الطريق. الخطة اللي درسوها وحطوها ما تنفعش. الآن رانا في الترقيع وفي الترقيع حدينا في كارثة. حنا عندنا 3 شهور تكلمنا وقلنا باللي رايحين الكارثة. خاطر في الأيام الأولى كنا نتكلم على حالات 8 15 10 20 لا لا في ووهان كي بدات في ديسمبر لحقت في إيطاليا بعد 3 أشهر. حنا رانا الآن رانا في الذروة تاعنا. سي بور سا لهذا الشيء راه نتكلموا ودرنا اجتماعات مده شهرين حنا نشوفوا وحاولنا رسلنا درنا 2 بيانات ك يعني ككتله نقابيه وكنقابه تاعنا عملنا 3 بيانات ورسلنا الوزير الصحه مرتين رسلنا وزارة الاولى رسلنا رئيس الجمهوريه. حنا رانا ما معناه؟ معنى اننا نريد ان نعمل اكثر باعطاء اعطاء يعني كما نقول دي بروبوزيسيون نعطيوهم اقتراحات يعني قد تسهم كذلك لربما في احتواء اكبر في هذا احتواء هذا الوباء يعني الذي يمس كل العالم. نتمنى من كل هذه الجهود يعني التي تقومون بها انتم او كل الاطباء يعني السلك الطبي هنا في الجزائر ان تكلل بالقضاء على هذا الفيروس بحول الله. سأقول الكلام الى المواطنين الان. المواطنين لازم كانوا يتكلموا ويقول لك هذا كورونا ما كانش وكانوا يتكلموا لا الان المواطن استوعب انه جامعيين كانوا يقولوا كورونا ما 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 احنا مازال قلناها ونعاودوها ونزيدوا نعاودوها. الابتعاد الجسدي هذا لازم يكون لا ديستانساسيون لازم يكون احترام تلك الاجراءات الكمامة لازم تستعمل غسل اليدين هذا لازم نقولوها ونعاودوها عدة مرات. لكن الذهاب الى الصرامة ذهب الى وهذا ما نلمسه خلال كل يعني في حياتنا اليوميه وتاكيدات الرئيس ايضا على ضروره احترام الاطباء وكل الاسلاك الطبيه بالمقابل هناك اجراءات رضعيه بكل من يخالف هذه الاجراءات الصحيه وكذلك كي تكون حاجه كما هذه احنا نثمنها. كي تكون هذا القرار تاع رئيس الجمهوريه ويقول باللي راحين نجرموا الاعتداء الجسدي واللفظي على المهني في الصحه هذا نثمنه وما كنا نطالبه من مده عده سنوات. دكتور نوف الشيبان الأمين الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. إذن مشاهدينا نواصل أخبارنا وقبل ذلك